بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض تكملة مادة مبادئ المحاسبة المالية الفرقة الأولى الساعات المعتمدة. معاكم دكتورة حكمة إبراهيم. أبنائي وبناتي، قبل ما أبدأ حل المثال رقم 2 صفحة 102، ببدأ أفكركم بالقواعد اللي احنا كتبناها في المحاضرة اللي فاتت بالنسبة لقواعد الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات. واتفقنا إن الأصول بطبيعتها مدينة، وبالتالي إذا حصل فيها زيادة تظل مدينة، أما إذا حصل فيها نقص فإنها تصبح دائنة. بالنسبة للخصوم وحقوق الملكية، اتكلمنا ان دول بطبيعتهم دائنة، وبالتالي اذا زادت الخصوم وحقوق الملكية تظل دائنة، اما اذا نقصت فتصبح مدينة. بالنسبة للمصروفات، اتكلمنا انها بطبيعتها مدينة، وبالتالي اذا زادت تظل مدينة، اما اذا نقصت فتصبح دائنة. بالنسبة للإيرادات، بطبيعتها دائنة، وبالتالي إذا زادت تظل دائنة، أما إذا نقصت فتصبح مدينة. اتفقنا إن الكلام ده الخلاصة بتاعته إن بنشوف البند طبيعته، إذا زاد بيظل على طبيعته، أما إذا نقص فبياخد عكس طبيعته. تمام، هنبدأ بقى في مثال 2. بيقول لي فيما يلي بعض العمليات التي تمت في منشأة خالد خلال يناير 2006. في أول يناير أودع صاحب المنشأة 80,000 جنيه في صندوق خاص باسم المنشأة كرأس مال مبدئي. احنا هنقرأ بند بند وهحله لك، ويبقى عندك في الصفحة المقابلة قيد اليومية الخاص بالبند ده. بيقولي في أول يناير أودع صاحب المنشأة 80,000 جنيه في صندوق خاص، يعني صاحب المنشأة فتح خزنة وحط فيها 80,000 جنيه. معنى الكلام ده إيه؟ إن الخزنة دي زادت فيها النقدية ب80,000 جنيه، يبقى إذا حساب النقدية زاد ب80,000 جنيه. وبما إن النقدية بطبيعتها مدينة، يبقى هنا هي زادت يبقى هتظل مدينة، يبقى عندي القيد حساب النقدية مدين ب80,000 جنيه. الفلوس اللي اتحطت في الخزنة دي اللي النقدية زادت فيها هيستخدموها في ايه؟ قال لي دي رأس مال مبدئي، يبقى اذا النقدية اللي دخلت الخزنة دي رأس المال اللي الشركة هتستخدمه علشان تبدأ ادارة الشركة، يبقى رأس المال زاد عندي هنا ب80,000 جنيه. رأس المال بطبيعته دائن، يبقى لما يزيد يبقى يظل دائن، يبقى حساب رأس المال اللي هو بتاع خالد 80,000 جنيه. هنزود في الحل هنا صفر، 80,000 ناقصة هو كاتبها 8,000، وبكتب هنا شرح القيد تسجيل عملية تقديم رأس المال. تمام، يبقى أنا عندي دلوقتي متفقين إن أي عملية ليها جانبين أو ليها تحليلين. في عندي هنا لو بصيت للبند رقم 1 ده هلاقي النقدية زادت ب80,000 جنيه وبقت مدينة، وفي نفس الوقت رأس المال زاد ب80,000 جنيه وهيصبح دائن، لأن النقدية بطبيعتها مدينة ورأس المال بطبيعته دائن. ماشي، يبقى كده ده القيد الأولاني، حطيت فلوس صاحب المنشأة حط فلوس في صندوق باسم المنشأة كرأس مال مبدئي، فتح الخزنة حط فلوس، يبقى النقدية زادت في الخزنة. ده أول تحليل أو ده أول جانب، زيادة النقدية. تمام، النقدية اللي احنا حاطينها دي حاطينها لإيه؟ حطيناها دي عبارة عن مبلغ رأس المال، يبقى رأس مال الشركة زاد ب80,000 جنيه، يبقى الجانب التاني رأس المال زاد ب80,000 جنيه، يبقى حساب النقدية مدين 80,000، حساب رأس المال خالد دائن ب80,000. وشرح القيد مهم جدا، تسجيل عملية تقديم رأس المال. تمام، نيجي في المثال البند رقم 2. بيقول لي في يوم 5 يناير اشترت المنشأة عقار بمبلغ 35,000 جنيه وسددت القيمة نقدا. اشتريت عقار،
يبقى العقارات عندي زادت. العقار ده عبارة عن ايه؟ العقار ده اصل، يبقى الاصول زادت اللي هو العقار ب35,000 جنيه. لما اشتريت العقار ده طلعت من جيبي 35,000 جنيه ودفعت قيمته نقدا، يبقى النقدية نقصت عندي. يبقى البند رقم 2 الجانبين بتوعه ايه؟ في أصل زاد، العقار زاد ب35,000 جنيه، يبقى حساب العقار مدين ب35,000 جنيه عشان العقار ده أصل، والأصل بطبيعته مدين ولما يزيد يظل مدين. الأصل العقار ده لما اشتريته سددت القيمة نقدا، يبقى النقدية بتاعتي نقصت. النقدية ده أصل بطبيعته مدين، لما تنقص تصبح دائنة. يبقى القيد بتاعي حساب العقار 35,000 جنيه مدين، حساب النقدية دائن ب35,000 جنيه. وشرح القيد اللي هو مهم جدا، إثبات شراء العقار وسداد القيمة نقدا. نيجي للبند رقم 3، بيقول لي في يوم 8 يناير اشترت المنشأة 5 آلات، سعر الآلة الواحدة 6,000 جنيه وسددت القيمة نقدا. اشترت 5 آلات والآلة ب6,000 جنيه، يبقى 5 في 6,000 جنيه، يبقى عندي في آلات زادت عندي ب30,000 جنيه. الآلات دي ضمن الأصول، أنا اشتريت آلات يبقى الأصول زادت عندي. زادت عندي الأصول بطبيعتها مدينة، يبقى الآلات لما تزيد هتظل مدينة، يبقى حساب الآلات والمعدات مدين ب30,000 جنيه. الآلات دي اشتريتها دفعت قيمتها نقدا، فطلعت من الخزنة 30,000 جنيه نقدا، دفعتهم تمن الآلات، يبقى النقدية نقصت بمقدار 30,000 جنيه. النقدية بطبيعتها مدينة، يبقى لما تنقص تصبح دائنة. يبقى البند الثالث فيه جانبين، سهم طالع في الآلات اللي زادت ب30,000 جنيه ودي مدينة، والنقدية بسهم ناقص نقصت ب30,000 جنيه ودي دائنة. نيجي للبند رقم 4، بيقول في 15 يناير اشترت المنشأة أثاث بمبلغ 20,000 جنيه وسددت نصف القيمة نقدا والباقي بالتقسيط على 5 أقساط شهرية من شركة الأثاث الحديث. تمام، أنا عندي هنا نشوف بقى البند ده بيحصل إيه. اشتريت أثاث، يبقى الأثاث زاد ب20,000 جنيه، أطلع سهم طالع لفوق واكتب عليه أثاث زاد 20,000 جنيه، يبقى مدين، لأن الأثاث ده أصل والأصل بطبيعته مدين، يبقى لما يزيد يظل مدين. يبقى عندي حساب الأثاث مدين ب20,000 جنيه. تمام قوي. طيب ال20,000 جنيه دول بقى الجانب التاني بتاعهم إيه؟ يبقى ال20,000 جنيه دي بيطلع منها سهمين، 10,000 اتدفعوا نقداً ولسه في 10,000 النص التاني، هبقى قسطهم على 5 أقساط. يبقى إذا في 10,000 اتدفعوا نقدا، يعني فتحت الخزنة بتاعت الشركة ودفعت من تمن الأساس ده 10,000 جنيه، يبقى النقدية نقصت 10,000 جنيه، يبقى حساب النقدية دائن ب10,000 جنيه. وبعد كده الناس اللي باعولي الأثاث دول ليهم بقى 10,000 الباقيين، هبقى أسددهم لهم. يبقى هنا الناس اللي ليهم فلوس عندي دول اسمهم الدائنون، يبقى حساب الدائنون اللي هي شركة الأثاث الحديث دائن ب10,000 جنيه. وبكتب شرح القيد شراء أثاث وسداد نصف القيمة نقدا. تمام، نيجي للبند رقم 5، بيقول في يوم 20 يناير قامت المنشأة بإرجاع إحدى الآلات لوجود عيوب فنية بها واستردت ثمنها. يبقى أنا عندي، إحنا كان عندنا البند رقم 3 اشتريت 5 آلات الواحدة ب6,000 جنيه، جه في البند رقم 5 رجع إحدى الآلات، يبقى أنا رجعت آلة ب6,000 جنيه. لما رجع آلة يبقى إذا هنا الآلات نقصت عندي بمقدار آلة، يعني الآلة دي بتعتبر أصول، الأصول بطبيعتها مدينة، لما رجع آلة يبقى الأصول هتنقص، يبقى هتصبح دائنة. يبقى عندي 6,000 جنيه
حساب الآلات دائن. طب أنا لما رجعت الآلة رجعوا لي فلوسها، ادوني فلوسها، يبقى أنا النقدية عندي زادت بمقدار قيمة الآلة 6000 جنيه. يبقى الجانبين بتوع البند رقم 5، عندي النقدية أنا رجعت الآلة فالآلات نقصت، يبقى سهم نازل لتحت، آلات نقصت 6000 جنيه. الآلات بطبيعتها مدينة لأنها أصول، يبقى لما تنقص تصبح دائنة. تمام. ولما رجعتها ادوني الفلوس، يبقى النقدية زادت عندي، يبقى الجانب التاني سهم طالع لفوق، نقدية زادت 6000 جنيه. النقدية دي أصول بطبيعتها مدينة، لما تزيد يبقى تظل مدينة. يبقى حساب النقدية مدين ب6000، وحساب الآلات دائن علشان نقصت الآلة دي ب6000، وشرح القيد إرجاع إحدى الآلات واسترداد ثمنها. تمام. نيجي للبند رقم 6 والأخير. في يوم 15 فبراير قامت الشركة أو المنشأة بسداد القسط الأول وقدره 2000 جنيه لشركة الأثاث الحديث. بنرجع كده للبند رقم 4 اللي هو كنت اشتريت أثاث ب20000، سددت 10000، والعشرة التانيين هعملهم على 5 أقساط. يبقى ال10000 جنيه لما أقسمهم على 5 أقساط أو 5 شهور، يبقى كل شهر هدفع 2000 جنيه قسط. هو قال في 15 فبراير، ده في البند رقم 6، أنا سددت القسط الأول. طيب أنا لما سدد القسط الأول يبقى النقدية بتاعتي حصل فيها إيه؟ دفعت 2000 جنيه قسط، يبقى النقدية نقصت. وهنا عندي النقدية أصل بطبيعته مدين، يبقى سهم نازل لتحت، النقدية نقصت ب2000 جنيه، يبقى النقدية أصبحت دائنة. تمام. أنا ال2000 جنيه دول اتدفعوا من كام؟ من الدائنون اللي كان ليهم عندي 10000 جنيه في البند رقم 4، اديتهم منه 2000 جنيه. أنا عندي في البند رقم 4 كان حساب الدائنون دائن ب10000 جنيه. طيب حساب الدائنون بطبيعته دائن، لما أديهم 2000 جنيه من ال10000 جنيه دول، يبقى حساب الدائنون نقص بمقدار 2000 جنيه، وبالتالي يبقى حساب الدائنون لما ينقص يصبح مدين. يبقى حساب الدائنون 2000 جنيه مدين، وحساب النقدية دائن ب2000 جنيه، وشرح القيد إثبات سداد قسط الشركة، قسط لشركة الأثاث الحديث. هذا هو المطلوب منك فقط، المطلوب في الميد ترم في المثال ده. المطلوب رقم 1 تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية. دلوقتي بقى يا أولاد احنا خلصنا المطلوب الأولاني اللي هو كان تسجيل العمليات السابقة في دفاتر اليومية. هنبدأ في المطلوب التاني اللي هو كان بيقول لي فيه الترحيل من دفاتر اليومية إلى الحسابات في الأستاذ العام. احنا علشان نفتح الحسابات بتاعتنا، عدد الحسابات بيتوقف ان انا برجع لقيود اليومية بتاعتي، وياريت كلكم يبقى معاكم كتاب تفتحوا صفحة 103 اللي هي القيود اليومية اللي احنا عملناها، ونعد عدد الحسابات اللي عندنا علشان على اساسها دي هنفتح حسابات الاستاذ. لو بصينا للقيود كده، عندي حساب نقدية، عندي حساب رأس المال، يبقى هفتح حساب نقدية، هفتح حساب رأس المال، عندي حساب عقار، هفتح حساب عقار، عندي حساب نقدية، ما هو حساب النقدية مفتوح، يبقى هحط فيه النقدية اللي في القيد التاني. عندي بعد كده هفتح حساب آلات ومعدات، طبعا النقدية بعد كده مفتوحة عندي، يبقى بحط فيها فقط. عندي حساب أثاث، بفتح حساب للأثاث، النقدية اوريدي موجود. حساب النقدية موجود. عندي حساب آلات موجود برضو فتحاه قبل كده. عندي حساب دائنون شركة الأثاث الحديث، بفتح لها حساب، النقدية اوريدي موجود. يبقى هنفتح حساب نقدية، حساب رأس المال، حساب عقار، حساب آلات ومعدات، حساب أثاث، حساب دائنون شركة الأثاث الحديث. يبقى أنا دلوقتي قدامي
عندي 1 2 3 4 5 6، عندي 6 حسابات. طيب نيجي بقى نملى الحسابات دي بعد ما فتحنا حسابات الأستاذ الستة، أول واحد فيهم حساب النقدية. بنرجع لقيود اليومية وبناخد من قيود اليومية نحط فيه حسابات الأستاذ. عندي العملية الأولى اللي في تاريخ 1 يناير، حساب النقدية مدين ب 80 ألف جنيه. احنا اتكلمنا قبل كده ان في صفر ناقص هنا نحطه يا ولاد، يبقى في 80 ألف جنيه، ده حساب نقدية هنا مدين. يبقى روح لحساب النقدية في دفتر الأستاذ وحط 80 ألف جنيه مدين، ده عملية 1 يناير. نفس الكلام عندنا حساب رأس المال. حساب رأس المال في نفس القيد 1 يناير دائن، يبقى بروح حساب رأس المال وبروح في الجانب الدائن أحط 80 ألف جنيه، دي عملية 1 يناير. تمام، بنرجع نشوف القيد التاني حساب عقار. يبقى بفتح حساب أستاذ للعقار. كان في حساب عقار مدين ب 35 ألف جنيه، يبقى هحط في حساب العقار الناحية المدينة 35 ألف جنيه. 35 ألف جنيه بنظبطها يا ولاد، مش 25، 35 ألف جنيه حساب العقار، دي عملية بتاريخ 5 يناير. الطرف الثاني من القيد كان حساب النقدية دائن ب 35 ألف. أنا عندي حساب النقدية اوريدي مفتوح، يبقى هروح أحط فيه 35 ألف جنيه، ده بتاريخ 5 يناير. عندي حساب آلات ومعدات. عندي حساب آلات ومعدات مدين ب 30 ألف جنيه، يبقى أروح في الجانب المدين من حساب آلات ومعدات وحط 30 ألف جنيه، دي عملية 8 يناير. عندي في نفس القيد حساب النقدية دائن ب 30 ألف جنيه، يبقى أروح حساب النقدية وحط في الجانب الدائن 30 ألف جنيه، 8 يناير. عندي حساب أثاث مدين ب 20 ألف جنيه، يبقى أروح حساب الأثاث وافتح عندي في الجانب المدين احط 20 ألف جنيه، دي عملية 15 يناير. بعد كده عندي حساب النقدية في الجانب الدائن ب 10 آلاف جنيه، يبقى بروح حساب النقدية في الجانب الدائن احط 10 آلاف جنيه، دي عملية 15 يناير. عندي حساب دائنون شركة الأثاث الحديث، دي بروح للدائنون شركة الأثاث وحط في الجانب الدائن 10 آلاف جنيه، دي عملية 15 يناير. عندي في 20 يناير حساب النقدية مدين ب 6 آلاف، أروح في الجانب المدين من حساب النقدية حط 6 آلاف، دي عملية 20 يناير. وحساب الآلات دائن ب 6 آلاف جنيه، أروح حساب الآلات والمعدات أحط في الجانب الدائن اللي هو على الشمال 6 آلاف جنيه، عملية 20 يناير. عندي حساب دائنون، دي عملية 15 فبراير، حساب دائنون مدين شركة الأثاث الحديث ب 2000 جنيه، أروح للدائنون وحط 2000 جنيه، عملية 15 فبراير. وحساب النقدية دائن ب 2000 جنيه، أطلع حساب النقدية وحط 2000 جنيه، حساب عملية 15 فبراير. تمام، أنا كده حطيت كل القيود اليومية اللي عندي في حسابات الأستاذ الخاصة بيها. بعد كده بعمل ترصيد لحسابات الأستاذ دي علشان أطلع الفروق ما بين الطرفين واعتبره رصيد هبدأ أعمل منه ميزان المراجعة. لو جينا دلوقتي لحساب النقدية، هنلاقي حساب النقدية عندي الطرف المدين في 80 ألف و6 آلاف، الطرف الدائن في 35 ألف و30 ألف و10 آلاف و2000، دول لو جمعتهم هيديني 77 ألف جنيه.
بنحط الطرف الأكبر، الجانب الأكبر في الجانبين. يبقى أنا عندي الجانب اليمين 86,000 هي الكبيرة، أنزل 86,000 دي في الجانبين، الجانب المديني ينزل في 86,000 والجانب الدائن 86,000. 86,000 موجود فيهم في الجانب الدائن 77,000، يبقى في عندي 9,000. ده الفرق اللي بيظهر عندي في الجانب. دلوقتي هنبدأ في إعداد المطلوب الثالث، وهو ترصيد الحسابات وإعداد ميزان المراجعة. هنعمل ميزان المراجعة عندنا، وهيبقى عبارة عن أرصدة مدينة وأرصدة دائنة واسم الحساب. بعمل جدول مكون من 3 خانات. الأرقام اللي هجيبها لميزان المراجعة بجيبها من حسابات الأستاذ، عملية الترصيد اللي أنا قمت بيها. كل الأرصدة اللي أنا حطيتها رصيد منقول عندك، دي بتاخدها وبتحطها في ميزان المراجعة. نرجع كده لحسابات الأستاذ بتاعتنا، هنلاقي حساب النقدية في رصيد منقول 9,000 جنيه. يبقى هروح للأرصدة المدينة، 9,000 موجودة فين يا أولاد؟ موجودة في الطرف المدين، يبقى بحط 9,000 جنيه أرصدة مدينة نقدية. نيجي لحساب العقار، في 35,000 جنيه رصيد منقول في الجانب المدين، يبقى 35,000 جنيه عقار أرصدة مدينة. نيجي للآلات والمعدات، هيبقى عندي 24,000 جنيه رصيد منقول، 24,000 جنيه في الجانب المدين، أحطها أرصدة مدينة 24,000 جنيه. عندي حساب الأثاث ب20,000 جنيه رصيد منقول في الجانب المدين، يبقى الأثاث 20,000 جنيه أرصدة مدينة. عندي في حساب رأس المال في رصيد منقول في الجانب الدائن 80,000 جنيه، يبقى رأس المال 80,000 جنيه أرصدة دائنة. نيجي لحساب دائنون شركة الأثاث، عندي فيه 8,000 جنيه في الجانب الدائن رصيد منقول، أخدها وأحطها في ميزان المراجعة الأرصدة الدائنة 8,000 جنيه دائنون. كده خلصت كل الأرصدة اللي كانت عندي في حسابات الأستاذ، وخدتها في مكانها اللي أنا حطاه فيه. باخد الرصيد المنقول في مكانه، إذا مدين بحطه في الأرصدة المدينة، وإذا دائن بحطه في الأرصدة الدائنة. ولتأكيد الحل بتاعي يجب أن تتساوى الأرصدة المدينة في ميزان المراجعة مع الأرصدة الدائنة. لو جمعنا ميزان المراجعة عندي دلوقتي، الأرصدة المدينة 88,000 جنيه والأرصدة الدائنة 88,000 جنيه، يبقى أنا كده ماشية مظبوط لتساوي الأرصدة المدينة مع الأرصدة الدائنة، وده بيؤكد لي صحة الحل بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في الوحدة التعليمية الثالثة، قرارات التشغيل وقائمة الدخل. عايزين نتكلم هنا يا أولاد بالنسبة لقائمة الدخل المتعلقة بالمنشآت الخدمية. المنشآت الخدمية اللي هي بتقدم لنا خدمات وليس إنتاج، تدينا خدمات. فعندي قائمة الدخل في المنشأة الخدمية بتتكون من بندين، إيرادات ناقص مصروفات. أقارن الإيرادات بالمصروفات والفرق بينهم بيديني صافي الدخل. تمام. أنا عندي الإيرادات، الأصول دي المكاسب اللي بتحصل عليها المنشأة من عملية أداء الخدمة للعميل، والمصروفات كل ما ينفق لأداء هذه الخدمة. إذا كانت إيراداتي أكبر من مصروفاتي يبقى أنا بحقق ربح، أما إذا كانت إيراداتي أقل من مصروفاتي يعني بكسب أقل من اللي بدفعه، يبقى ده صافي خسارة. تمام. نيجي زي ما حددنا قبل كده طبيعة معادلة قيمة المركز المالي، حيث طبيعة الأصول والخصوم وحقوق الملكية. برضو عايزين نعرف هنا طبيعة بنود قيمة الدخل. عندي الإيرادات بطبيعتها دائنة،
وبالتالي إذا حدث زيادة في الإيرادات فإنها تظل دائنة. أما إذا حدث نقص في الإيرادات فإنها تصبح مدينة. يبقى احنا بنتكلم على إن الإيرادات بطبيعتها دائنة، إذا زادت تظل على طبيعتها كما هي دائنة، أما إذا نقصت فإنها تصبح عكس طبيعتها فتصبح مدينة. أما بالنسبة للمصروفات، المصروفات بطبيعتها مدينة، فإذا زادت المصروفات تظل على طبيعتها مدينة، أما إذا نقصت المصروفات فإنها تصبح دائنة، أي تصبح عكس طبيعتها. تمام، يبقى أنا عندي دلوقتي عرفنا إيه هي الإيرادات وإيه هي المصروفات. طيب الإيرادات بطبيعتها دائنة، يبقى لما أحب أقفلها عملية الإقفال بتتم عكس الطبيعة. إذا كانت الإيرادات دائنة وعايزة أقفلها في حساب الأرباح والخسائر، يبقى بتنزل في حساب الأرباح والخسائر في الجانب المدين. يبقى لما باجي أقفل الحسابات بتاعتي بتاخد عكس الطبيعة بتاعتها. هنشوف الكلام ده في الصفحة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الصفحة اللي قدامنا دي بتوضح عملية إقفال حسابات الإيرادات وحسابات المصروفات. حسابات الإيرادات اتفقنا إن هي بطبيعتها دائنة، فلما باجي أقفلها بيتم إقفالها في حساب الأرباح والخسائر. لما أجي أقفلها بقى في الأرباح والخسائر، يصبح حساب الأرباح والخسائر هو اللي دائن، وتصبح حسابات الإيرادات هي المدينة. حسابات المصروفات بطبيعتها مدينة، لما يجي يتم إقفالها بيتم إقفالها في حساب الأرباح والخسائر، ويصبح حساب الأرباح والخسائر هو اللي مدين بالمصروفات، والمصروفات تصبح دائنة. يبقى إذا الإيرادات والمصروفات بيتم إقفالهم في حساب الأرباح والخسائر، وبالتالي عملية الإقفال حساب الأرباح والخسائر هو اللي بياخد الإيرادات، يبقى دائن، والمصروفات يبقى مدين، والإيرادات تصبح مدينة والمصروفات تصبح دائنة. عندي كمان حساب المسحوبات. حساب المسحوبات بطبيعته مدين، ده بيتم إقفاله في حساب رأس المال، بيتم إقفاله في حساب رأس المال، وبالتالي لما أجي أقفله في حساب رأس المال يصبح حساب رأس المال هو اللي مدين، والمسحوبات تصبح دائنة. حساب الأرباح والخسائر بقى، حساب رأس المال بعد كده بيتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر، وبالتالي حساب رأس المال بطبيعته دائن، يبقى لما باجي أقفله في حساب الأرباح والخسائر يصبح حساب الأرباح والخسائر دائن، وحساب رأس المال مدين. دلوقتي هنحل التمرين الخامس صفحة 139 في الكتاب بتاعنا. التمرين الخامس بيقول لي فيما يلي بعض أرصدة الحسابات في 31/12/2005. أولا أرصدة مدينة 24,000 جنيه مصروف مرتبات، 9,000 جنيه مصروف إيجار، 2,000 جنيه مصروف صيانة، 6,000 جنيه مصروف تأمين، 15,000 جنيه مصروف إهلاك، 20,000 جنيه مسحوبات، 25,000 جنيه نقدية. ثانيا أرصدة دائنة 50,000 جنيه إيرادات خدمات، 30,000 جنيه رأس المال. المطلوب: طالب مني إجراء قيود الإقفال اللازمة، تصوير حساب الأرباح والخسائر وحساب رأس المال، إعداد قائمة الدخل. هنبدأ دلوقتي في حالة تمرين رقم 5، وأول حاجة هنعملها قيود الإقفال. أنا عندي في أرصدة دائنة إيرادات خدمات 50,000 جنيه، عندي الإيرادات بطبيعتها دائنة، الأصول إن الإيرادات بيتم إقفالها في حساب الأرباح والخسائر، لما باجي أقفلها يبقى حساب الأرباح والخسائر هو اللي هيبقى دائن، والإيرادات الخدمات هتبقى مدينة. يعني لما باجي أقفل الإيراد بعكسه، هو دائن يبقى هو مدين، وحساب الأرباح والخسائر اللي أنا هقفل فيه هو اللي هيبقى دائن. يبقى 50,000 جنيه حساب إيرادات الخدمات مدين، وحساب الأرباح والخسائر دائن ب50,000 جنيه، وشرح القيد إقفال الإيرادات. نيجي بعد كده هنقفل المصروفات. فعندي أرصدة مدينة
مصروفات مرتبات 24,000، 9,000 مصروف إيجار، 2,000 مصروف صيانة، 6,000 مصروف تأمين، 15,000 مصروف إهلاك. دي المصروفات. المسحوبات دي حاجة تانية، دي بنقفلها في حساب رأس المال. وطبعا النقدية ده أصل وليس مصروف. يبقى أنا عندي دلوقتي 5 مصروفات: مصروف مرتبات، مصروف إيجار، مصروف صيانة، مصروف تأمين، مصروف إهلاك. هاخد المصروفات دي علشان أقفلها في حساب الأرباح والخسائر. عندي المصروفات بطبيعتها مدينة، يبقى لما أجي أقفلها في حساب الأرباح والخسائر يصبح حساب الأرباح والخسائر هو اللي مدين والمصروفات تصبح دائنة. يبقى عندي حساب الأرباح والخسائر مدين ب56,000 جنيه، وعندي حساب مصروف مرتبات دائن ب24,000، حساب مصروف إيجار دائن ب9,000، حساب مصروف صيانة دائن ب9,000، حساب مصروف تأمين دائن ب6,000، حساب مصروف إهلاك دائن ب15,000. ويبقى ده إقفال المصروفات. بنيجي بعد كده عندي بقى رأس المال والمسحوبات. هنيجي الأول هنعمل المسحوبات. المسحوبات بطبيعتها مدينة وبيتم إقفالها في حساب رأس المال. يبقى لما المسحوبات أجي أقفلها وهي مدينة في حساب رأس المال، يصبح رأس المال مدين ب20,000 جنيه، وحساب المسحوبات دائن ب20,000 جنيه، وشرح القيد إقفال المسحوبات. علشان أعمل عملية إقفال بقى لحساب الأرباح والخسائر اللي هو القيد اللي هو عندي ب6,000، ده هنرجع له تاني بعد ما نشوف في الصفحة القادمة بنرصد إزاي حساب الأرباح والخسائر ويتم إقفاله في حساب رأس المال. هنيجي بقى يا أولاد علشان نعمل القيد الأخير اللي هو إقفال حساب الأرباح والخسائر في حساب رأس المال. ده القيد اللي فاضل لنا في قيود الإقفال. علشان نعمله لازم الأول بنعمل هنا حساب الأرباح والخسائر، بنحط فيه، نرجع كده للقيود، هلاقي عندي القيد الأولاني 50,000 حساب إيرادات الخدمات، حساب أرباح وخسائر 50,000 دائن. يبقى باجي في حساب الأرباح والخسائر دائن بكام؟ ب50,000. تمام. عندي القيد الثاني حساب الأرباح والخسائر مدين ب56,000. تمام، مدين ب56,000. يبقى هاجي في حساب الأرباح والخسائر في الجانب المدين، هحط 56,000، بس هحطهم بتفاصيلهم من الجانب الدائن، يعني مصروف مرتبات، مصروف إيجار، صيانة، تأمين، إهلاك بالبنود بتاعتهم، مكوناتهم. يبقى أنا حطيت مفردات 56,000. أصبح عندي دلوقتي 50,000 في الجانب الدائن، وعندي في الجانب المدين 56,000. طبعا هنا المصروفات أكتر من الإيرادات، فبنزل الرقم بتاعها في الجانبين 56,000، فألاقي الفرق هيطلع لي 6,000 في الجانب الدائن. ده بيعتبر عندي رصيد مرحل باخده وأنزله الجهة التانية، يبقى رصيد منقول. طبعا احنا هنا عندنا المصروفات اكتر من الايرادات، يبقى معنى كده ان الفرق بينهم ده عبارة عن 6,000 جنيه صافي خسارة. هاجي احط بقى حساب رأس المال. حساب رأس المال لو بصينا للقيود بتاعتنا هنلاقي رأس المال في القيود في 20,000 جنيه حساب رأس المال مدين اللي هو مسحوبات، وفي عندي مديني في التمرين 30,000 جنيه، مديني في التمرين 30,000 جنيه حساب رأس المال. حساب رأس المال ده دائن، يبقى أحط رصيد دائن ب30,000 جنيه. عندي بعد كده 6,000 جنيه رصيد منقول اللي هو حساب الأرباح والخسائر، بحطه في حساب رأس المال. يبقى دلوقتي لو رصدت الحساب بلاقي في جانب 30,000 وجانب 26,000. 30,000 هي الكبيرة، يبقى بحطها في الجانبين، ويطلع عندي فرق في الجانب المدين 30,000 جنيه رصيد مرحل.
انزله 40 4000 جنيه رصيد مرحل، انزله 4000 جنيه رصيد منقول. يبقى انا كده عملت قيود الاقفال بتاعتي. طالب مني قائمة الدخل، بعمل له قائمة الدخل في 31/12/2005. احنا عارفين ان قائمة الدخل عبارة عن الايرادات ناقص المصروفات. الايرادات 50000، المصروفات عندنا في مصروف مرتبات 24000، مصروف ايجار 9000، مصروف صيانة 2000، مصروف تأمين 6000، مصروف اهلاك 15000. يبقى عندي دلوقتي مجموع المصروفات 56000 والإيرادات عندي 50000. يبقى الإيرادات أقل من المصروفات، يعني أنا كسبت أقل من اللي أنا صرفته، فهيطلع عندي فرق 6000 جنيه بالسالب، ده صافي الدخل ويعتبر خسارة. كده يبقى احنا اتكلمنا في الوحدة التعليمية التانية والتالتة، ووضحنا تمرين في كل منهم حليناه بالكامل. وياريت تذاكروا الجزئين دول على بال ما نبقى نتواصل في وقت لاحق. السلام عليكم ورحمة الله.